تجاوزت ما في وشك وردت عدني الفي. أنا سفيرة بالفاو، كنت لسنين طويلة. هلا بالفاو بيجيبوا البيوت تبع النحل وبعلمون كيف كيف يربوا نحل، بيعطوهم مشاريع كتير صغيرة بس بعيشوا منها. هاي شغلة كتير مهمة، يعني فكرة نعملها. ده اللي احنا بنعمله كمان. احنا عندنا مثلا لو لقينا الأسرة ما بتعرفش تعمل حاجة، بنجيب لهم حاجة اسمها مواشي أو أغنام. الأغنام زي الجدي والمعزة، فهي طبعا بالنسبة لهم بتبقى مصدر دخل. ممكن طبعا تبقى مصدر لو بقرة ماشي ماشي، فهم طبعا بالنسبة لهم تنفع. أكلوها يعني، وأدينا منتج برضو لبن وكلام. أنا عم بطلب، أنا طبعا منتج، أنا عم بطلب منك بهدول البيت هون تجيب لهم بقرة. وأنا هيدول البيتين أنا باخذهم على كفالتي. شكرا يا مجدي. ما تقول لي شكرا، ما تقول لي شكرا. لا يعني بخدن على كفالتي. لا لا، بدك تخليني بحالة تواصل معه. أنا ما بقدر يعني أخذ تحت جناحي كل الناس اللي شفتهم اليوم، وهني كليتهم بحاجة إلنا، كلهم بحاجة إلنا. واللي يعني بيحترم الإنسان اللي فيه بده يتصرف، ويتصرف يجي يساعد بهيك او يساعد بهيك. ما عم بقولوا عايزين هيك عايزين هيك عايزين هيك عايزين هيك. يجوا يعني كيف بدي اقول، رضا الله كله والصلاة كله بهدول التصرفات. ما حدا يقول لي قاعد يقرا الانجيل طول النهار ولا يقرا القران طول النهار وهو بعيد عن الاحساس. بأهلنا وناسنا حدا قال لك انا مش مؤمن بك؟ انا مؤمن بانه الصلاه والقران الكريم والانجيل الكريم، لما الانسان بده يطبق اللي بيقراه بده يتصرف على الارض. كنت بتمنى اقدر اخذ تحت جناحي كل الناس، بس ما فيني اخذ هالبتين. مش عايز اقول لك شكرا. لا ما تقلي ما تقلي ما تقلي. هلا انا بس عايزه احكيها كلمه، ولو وحده لو سمحتوا تطلعوا جميعا. اوكي احنا كده نطلع. وشك وردت عدني الفي.